انطلقت في مدينة شرم الشيخ أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر نائلة جبر اطلاع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي وجهوده المتواصلة لمكافحة الجريمة جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن مصر اتبعت في هذا الإطار نهجا وطنيا شاملا يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر. نحن نهتم بالتعاون الإقليمي وقد بدأنا منذ سنوات في تعزيز هذا النشاط، لأننا حين نتعامل مع جرائم مثل جريمة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر فهي جرائم عبر وطنية، ومن الأهمية بمكان أن نعزز التعاون الإقليمي حتى نستطيع أن نواجه هذه الجرائم ونحد من خطورتها من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتعامل في الجريمة. المؤتمر اليوم بيمثل أهمية كبرى لأنه موضوع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية موضوع أصبح يؤرق يعني جميع الحكومات جميع الدول، له مردود يعني غير إيجابي على الاقتصاد، عنده آثار سلبية اجتماعية اقتصادية في كل الدول.